يعني عم نسمع صباح الفل والعنبر، بس نحن حنقولكم صباح التلج والمطر والبرد ان شاء الله، يعني يكون هذا المطر مطر خير للكل، يعني كلنا هيك محضرين حالنا نفسيا لهالبرد بهالكم يوم اللي جايين. ان شاء الله تقضوا هالايام قد ما كنتوا قدرانين تكونوا دفيانين يا رب، وان شاء الله اكيد تستمتعوا بحلقتنا وبفقراتنا. صباح الخير ورد. صباح الخير يا رنا، وصباح الدفى اللي مثل ما قلتي كيف ما كنا ان شاء الله لازم نلاقي وسيله لندفى فيها، مازوت، كهرباء، هالقصص كلها، محبتنا لبعضنا يمكن هي اللي بتدفينا هالايام. حرامات حرامات هيك رجل من الاسكيمو بتلاقينا كلنا ببيوتنا. ان شاء الله يا رب بيوتنا مليانه دفى رغم كل الظروف اللي عم نعيشها، وهيك ترتسم الابتسامة بمنظر التلج رغم أنه عم تكون قاسية هالابتسامة نوعاً ما على كتير من الناس. إن شاء الله يا رب الله يفرج على الجميع. رح نروح لعند الشيف راني والمطبخ يلي هو مكان الدفى ومكان المحبة بكل بيت لنشوف شو محضر لليوم. صباح الخير يا شيف. يسعد صباحك ورد. صباح الخير شيف، كيفك؟ صباح النور رنا. تمام، نحن شايفين عندنا كتير ألوان هيك في شغلات ملونة، شو محضر لنا؟ تماماً، اليوم في عندنا جاج فهيتة مع الخبز، معه حنحضره مع بعض. أوكي. الخبز حتى حنعمله صراحة. الخبز حنحضره وجاج الفهيتة حنقدمه بشكل وجبة وبشكل ساندويش. أوكي لأنه في ساندويش ففي خبز، لذلك ضروري نعرف طريقة التحضير. شكرا يا شيف. تمام، شكرا كثير لك شيف. شكراً رنا. شكرا. أكيد بعد شوي المقادير وطريقة التحضير. تعرفي تعمليها رنا؟ يعني إيه ما أنا كثير صعبة. إيه مفروض هلا بنجرب هلا بنختبر. على كل حال شوفي معنا بحلقة اليوم، رح نشوف مع بعض بهالعناوين. صباح الخير. صباح الخير. وجبة محببة كثير على قلب السوريين، وخاصة بفترة الصبح إن كانت جاهزة أو حتى إذا كانت هي عم تتصنع بإيد ست البيت. أكيد عم نحكي عن المعجنات. هالأكلة نكهاتها يا رنا مميزة جداً وكثيرة بين المالحة وبين الحلوة، وعلى الرغم من طعمتها الطيبة لكن أكلها يومياً وبكميات كبيرة بيسبب مشاكل صحية للجهاز الهضمي. سبانخ محمرة، جبنة، زعتر، زيتون وغيرها كتير من المكونات يلي منضيفها مع الخميرة، السكر، الزيت، الحليب والمي الدافية، منخلطها، منعجنها ومنحطها بالفرن لنحصل بعدها على وجبة لذيذة ريحتها مميزة على الفطور مع كوب شاي. المعجنات. عرفت جذور هالوجبة حسب المؤرخين عن القدماء المصريين بالعصر الحجري، ولكن بعام 1237 قبل الميلاد بدأ الفراعنة باستخدام المكسرات، العسل والفواكه مع العجين، وبعدها انتقلت الفكرة لعند الإغريق يلي أضافوا اللحوم لحشوة المعجنات. استخدمها الرومان الأثرياء والمتعلمين كعنصر أساسي لأطعام الفقراء بإضافة مكونات مختلفة مثل الجبنة، الخضار وغيرها. بعدها انتشرت بمختلف أنحاء العالم وصارت طبق محبب وينعمل منه أشكال ونكهات مختلفة. أطباء التغذية نبهوا الأشخاص يلي بيتناولوها بكثرة بفترة الصباح، لأنه حسب الدراسات المعجنات بتسبب أضرار عديدة، منها نقص بالطاقة، الجوع المفرط خلال النهار، رفع ضغط الدم، زيادة نسبة الدهون وتراكمها بشكل سريع. يعني الأكل هي من أكثر العوامل وردي اللي ممكن تخلي العلاقات تستمر، ولهيك بنسمع أحياناً بعض الأشخاص بيقولوا والله فلان ما بيهون علي، في بيناتنا خبز وملح. يعني أكيد الأشخاص القراب مننا بأوقات بتصير هفوات، ولا يمكن أنه نحن منسامح هدول الأشخاص وممكن نتابع أمور حياتنا معهم بكل سلاسة. الهفوات بتتسامح، بس في شغلات
في اشخاص ممكن يغلطوا بحقنا اخطاء كثير كبيره، او مثلا فجاه نكتشف انهم خاينين، كذابين، مصلحجيين، يعني في علاقات من الافضل انهائها لانه بتكون على حساب راحتنا الشخصيه. حطينا سؤال وطرحنا من خلاله هاشتاج: ما العلاقات التي تعد خسارتها مكسب او ربح؟ شاركونا بموضوع حلقتنا لليوم يلي شفتوه على الشاشه وموجود اكيد على صفحتنا على الفيسبوك. كاميرا صباح الخير سجلت اراء بخصوص هالموضوع، حنشوف ابرزها بهالاستطلاع. برايك مين الاشخاص يلي خسارتهم مكسب؟ مثلا بيكون بيهمني امره اذا بعدين بكتشف انه خان او شيء كذا، عرفتي كيف؟ هي بعدين لما بكتشف هالشيء هذا لي، هي بتكون لعيلة، مكسب انه لعيلة وهيك. والله برايي الصداقة اللي ما لها طعمة. هي خسارتها مكسب، لأنه بعدها بيكون رفيق مصلحة، ما بيكون رفيق للرفيق. هلا بيجوز علاقات بعادات سيئة. أكيد أصدقاء السوء مثلا، لأنه معروف عنا نحن الصاحب ساحب. فهذا شيء طبيعي إنه أصدقاء السوء البعد عنهم مكسب كبير كمان. وعلاقات مصلحية مع ناس هي مرحلية علاقات، هذا النوع من العلاقات بتصوري. والله ما في اشخاص خسرانهم، الحمد لله كسبان كل العالم. اللي بيتلعبوا الكذابين، يعني اللي بيكونوا بألف وش، هدول خسارتهم بالعكس رياحه. الخونه، اللي ما بيعرف قيمتنا، اللي ما بيحبنا، اللي مثله مثل قلته. ده نداله او شيء او خيانه ممكن، يعني اي اكيد بكون كسبت حالي اذا تركته. يعني اللي بياخذوا علي واللي بياثروا على مستقبلي او شيء، يعني او يتمنوا لي الشر، عرفتي كيف؟ لانه هن متى ما خسرتهم انا بجوز تنفتح لي طاقه الخير لي، او ينزاح عني مثلا الشر اللي هن كانوا حاطين لي عندي وانا مالي حاسس فيه. صار وقت نبدأ معكم أولى فقراتنا، واليوم بفقرتنا التنموية رح نسلط الضوء على موضوع أساسي بالحياة وتنمية وإدارة الذات، اللي هو تأسيس وإدارة المشاريع الخاصة والمهارات المطلوبة لذلك. ورح يشاركنا الحديث بهذا الموضوع الأستاذ طوني المعلم، مدرب بالبرامج التنموية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح النور والأمل لحضراتكم ولمشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ طوني، يسعد صباحك مرة ثانية. يعني عم نحكي بصلب اهتمام الشباب بهالأيام، أنا كيف بدي أبدأ مشروعي؟ ظروفي المحيطة فيني وظروف البلد كتير صعبة، وأنا حابب أستقل عن أهلي، أستقل عن شغلي اللي عم بشتغل فيه وأبدأ شيء بزنس خاص فيني أنا. تمام. بداية قبل ما نحكي شو الأسس، شو يعني مشروع؟ شو الأنواع المشاريع المختلفة؟ هذا السؤال جميل. هلا أول شيء أنا بدي أعرف شو، يعني بدي أعرف المشروع بناء عليه لنعرف أنا المطرح اللي أنا بقدر فوت من خلاله. المشروع بشكل أساسي هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة يلي بتوصل لي لهدف معين. هل هذا الهدف بالضرورة ممكن يطلع منه قد يكون منتج، سلعة، برودكت، يعني ممكن يكون سلعة، ممكن يكون شيء خدمي، سيرفيس، خدمات، وممكن يكون شيء تطويري على مستوى الفرد او على مستوى المؤسسه ككل. هلا في عنا العديد من الانواع اكيد بالضروره، نحن بنشوف النوع اللي احنا بناسبنا او القدره تبعنا نفوت فيها. على سبيل المثال في عندك مثلا مشاريع صناعيه، تجاريه، زراعيه، خدميه، استثمارية، والعديد من المشاريع. تمام، يعني هذا كتعريف أساسي. هذا كتعريف أساسي. يعني أستاذ طوني، اليوم العالم مثل ما قال ورد عم تجرب تلاقي المشاريع اللي هي بتقدر، ما رح هيك يعني رح نحكي بصراحة، الناس بدها مدخول مادي، بدها إنكم يكون مناسب أو متناسب مع خلينا نقول غلاء المعيشة الحالي، والناس عم تحاول تشتغل، ممكن يكون عندها شغل الأساسي وعم تحاول حتى تعمل مشاريع خاصة أو تعمل مشاريع صغيرة على قدها حتى هي كمان تقدر تكون مكتفية ذاتيا. طيب أنا اليوم كيف بدي أسس لأي مشروع بكل الأنواع اللي حضرتك ذكرتها؟ كيف القصص اللي أنا بدي بلش فيها؟ جود. هلا أنا قبل ما أعرف الشيء بدي أشتغل فيه، أنا وين بلاقي نفسي كإنديفيدوال، كفرد، كمؤسسة، بدي لاقي أنا نفسي شو بيلبق لي؟ لانه ماشي ظريف اني انا بروح بفوت بمشروع وانا بعيد كثير عنه اكسبيرينس او بعيد عنه. اكزاكتلي، لانه هيك انا عملت الريسك كبيره، صار المخاطر كبيره علي اني انا ما انجح. فبالتالي انا بدي اشوف شو البروفايل تبعي، بناء عليه بروح بحضر دراسه وما يتنافسه كمان مع البيئه المحيطه من اجل اني انا اطلع بمشروع ناجح. اديان في منه ريتيرن
قد يكون ريتيرن مادي او اي شيء ثاني. المهم بده يكون في بالنهايه منه هدف بدي احققه تماما. فاسس المشروع الاساسيه، الفكره المركزيه، انا اعرف شو بروفايلي، شو بيلبق لي، نقاط القوه اللي عندي، بناء عليه ببلش بقى احط الميزانيه، الدراسه الكامله وخطه العمل مهمه جدا اللي بتتطلب اداره هالمشروع from A to Z. تمام، يعني فكره، خطه، فكره exactly. اهداف، خطه لتحقيق هالاهداف، وبالنهايه لازم تكون الخطه ديناميكيه متغيره مع الوقائع، لانه نحن يوميا عندنا وقائع جديده ما شاء الله يعني، وتحديات وعندنا صعاب كثير. طيب طلعت بالفكره، اذا اكسكيوز مي بتسمح لي بس بهالنقطه، صح اللي عم تقوله حضرتك انه بيطلع متغيرات جديده، هي بحد ذاتها تخلق بيئة جديدة، صيغة جديدة لمشروع جديد. فهي هي التحديات بتجيب إيجابيات بنفس الوقت. هون إذا كان الشخص كرياتيف مبدع خلاق عم يعرف يطوع الظروف المحيطة فيه. طيب صح. طلعنا بالفكرة، أنا كيف بدي أعرف هاي الفكرة بتلاقي رواج بالوسط المحيط فيني، ببلدي، بحارتي، برفقاتي ولا لا؟ 100%. لهذا السبب بدي يكون أنا عندي بالضرورة بداية دراسة لهالبيئة المحيطة، شو النيد، شو متطلبات السوق اليوم وما يتناسب مع البروفايل تبعي مثل ما حكينا بداية. مش اني انا فوت باي شيء، لا بدي اشوف يعني انه شو المتطلبات تبعي، بناء عليه ممكن انا انجح بهذا المشروع. ما فيني دغري فوت قبل ما ادرس البيئه المحيطه وشوف دوما الاحتياجات، او قد يكون انا حرك النيد او الاحتياجات تبع هل المجتمع اللي حواليه اذا بناسب اللون بنفسه بيكون بهذا المجتمع. تمام. طيب استاذ توني، اليوم بنشوف ايام بيفتح محل، خلينا نقول شاورما. تمام. بيفتح محل شاورما، ما اكثرهم بيفتح قدامه محل شاورما، بيرجع بيفتح مقابله محل شاورما، بيرجع بيفتح باخر الشارع شاورما. هاي عم نحكي مثال، طبعا ممكن يكون على اي شيء ثاني بيمشي. قدين احنا اليوم على النقطه اللي حضرتك ذكرتها اللي هي خلينا نقول دراسه السوق، قديش أنا صح أنه لازم أدرس السوق اللي أنا بدي أدخل فيه؟ هذا السوق هو شو محتاج؟ هذا السوق مكتفي من هذا المنتج ولا لا؟ تمام. هلأ يعني بالضرورة بدي أعمل جولة أنا وشوف شو المناسب. طيب أنا مو غلط أني أفتح نفس المحل، محل تاني شاورما قصدي، نفس البرودكت، ولكن مفروض أني أنا أعمل تشينج، غير شوي، ميزة تنافسية. تجديد. exactly. بدي يكون في عندي كومبيتيتيف ادفانتج، يعني أنه شيء تنافسي، بركي طعم جديدة، بركي طريقة جديدة، قد يكون بلكي سعر أرخص شوي. أتمنى يعني والله أتمنى ذلك أكيد. فما أنا غلط حقيقة، ولكن من الأفضل أني أنا أشوف شو النقص. هي بدها دراسة إجمالاً، بدها شوية خبرة، بدنا مختصين، ممكن نسأل أوكي، بدنا مختصين بهذا الشيء، ممكن أسأل بعض الاستشارين والمختصين. exactly. تماماً. بس كمان بدي شيء يكون ميزانيته معقولة. معقولة. يعني ما بدنا كتير نرفع السقف وبعدين نحكم على المشروع تبعنا بالفشلة. تماماً. هو اللونشينج يعني. تبع أي مشروع أو الانطلاق هو أصعب مرحلة، لأنه بعدين التقييم المرحلي بيساعدنا لنصحح مسارنا. طيب صحيح. هون منقول كلمة السكيلز، المهارات لقائد المشروع الناجح، شو هي؟ تماماً، هذا السؤال مهم. السكيلز بده يكون عندك الستاندرد، أول شيء الأساسيات، من مثلاً المايكروسوفت أوفيس، بعض برامج الكمبيوتر لأقدر مشي شغلي، اللغة الإنجليزية بالضرورة، بالأخص إذا كان مشروع يتطلب مثلاً تنسيق مع شركات خارجية مثلاً. تمام. بالإضافة لا بدي يكون عندي communication skills عالي، إدارة، إدارة الذات. exactly. إدارة الذات وإدارة الفريق. ومن المهم أني أنا يعني جيب فريق عمل مدرب عنده شوية خبرة على الأقل لأجل أني أنا أعتمد عليه. فإذن هاي المهارات الرئيسية جداً مهمة، وبالإضافة لها وموضوع مهم هو التايم مانجمنت، يكون أنا إدارة الوقت، إدارة الوقت، لأن الوقت عامل جداً مهم، الكوست هو وقت، تكلفة. صحيح. هاي جزء من المهارات الرئيسية. هلأ بعض المشاريع عزيزي ممكن تتطلب برامج خاصة، تكنيك خاص، مثل مثلاً عندك البي ام بي، بروجكت مانجمنت بروفيشنال، هذا تكنيك مهم كتير عالمي إجمالاً بنعطى بإدارة المشاريع من البي ام اي، المعهد العالي
إدارة المشاريع. فحسب بعض المشاريع ممكن كمان تتطلب MS Project، برنامج خاص على الكمبيوتر لأتمتة المشروع وإدارته ومتابعته بشكل دوري. خلص المشروع، أطلعنا على بزنس، أطلعنا على حالة معينة، فأمورنا بخير. تمام. طيب خلينا هيك بختام فقرتنا نخبر الناس أنه في احتمال، نحن دائما بنحط كل الاحتمالات، في احتمال صحيح ما ينجح هذا المشروع، في احتمال كبير انه نحن نوصل لمرحله معينه لخطوه معينه نوقف بهذا المكان ما نقدر نكمل. نصايح للواحد كيف يقدر يطلع من بعد ما يكون، ما رح نقول فشل، ما نجح بهذا المشروع. هلا انا شوي كان بحسبها بطريقه اخرى، انا ما بقول فشل، انا بقول في داعي انه يعيد حساباته قد يكون. تمام. في داعي انه يجرب مره اخرى قد يكون. المهم بالموضوع الإيجابية بتعاطي بالمشروع تبعنا. بناخذ مشروع على أدنى، معلش منجرب مرة، ما بالضرورة نفشل، بس بده يكون في نقطة ضعيفة برجع بعمل reconsideration، إعادة للاعتبار، إعادة لدراسة صغيرة، وبرجع بطلع بهذا المشروع. ما بصيرني أنا وقف بالضرورة، صراحة ما رح انجح من اول مره، هذا شيء طبيعي، لا سيما بده يكون حوالي منافسين قد ما كنت يعني كرييتيف وقد ما نزلت، خاصه اذا توقعاتي عاليه كثير. تمام. مشان هيك ما بدي ارفع السقف تبعي. لاحقا ممكن اعمل فيز 2 مثلا من المشروع بشيء ادفانس او كمان يضد، ولكن بدايه اطلع بالمشروع اعمله بزنس بسقف معين مثل ما قلت حضرتك، وبعدين انا ممكن اطور بهذا الشيء. فاذا انا مع اني افكر بطريقه ايجابيه انه انا راي انجح. تماما. ويخلق الله ما لا تعلمون بعدين، بنشوف شو رح يصير معنا، وفي بلان بي وبلان سي، هيك مفروض يكون بالتخطيط والإدارة. بدنا نشكرك كثير بالختام، شكرا لكم، ونتمنى كل الشباب اللي عم يتابعونا وحتى رجال الأعمال اللي عم يتابعونا انه يكون عندهم هيك خطط بناءة وناجحة على أرض الواقع. أتمنى ذلك. شكرا لكم، شكرا كثير لك، شرفتنا. يمكن كل شخص فينا عنده موهبة أو حلم حابب أنه يحققه، وبيبدأ مشواره الطويل بكل تفاصيله وأيضاً عقباته، والتحدي الأكبر بهالحالة هو الإرادة يلي قادرة بس تنوجد أنه تكسر كل العقبات. تاج زهرة يا رنا، طفلة موهوبة بلشت بعمر صغير كتير، لكن حلمها أكبر من عمرها خلاها تكون مصرة بكل خطوة من خطواتها على تحقيقه. خلونا نشوف شو قصتها. سوريا هالأرض يلي كل يوم عم يثبتوا ولادها إنه عندهم شي مهم يقدموه. تاج زهرة بنت موهوبة تعلمت اللغة الروسية لتتعلم من خلالها لغات أكثر جمال وشمولية، لغات بتحكي من خلالها قصص بتقدر توصل لكل العالم، لغات ما بتقيدها قواعد ولا سطور، الموسيقى والرقص. بلشت بالي كان عمري 3 سنين عند مدربة روسية خريجة أكاديمية روسية. تعبت كتير، تعذبت كتير، وجعني كتير، بس كل هيدا الوجع وكل هيدا التعب بيروح لما أنا لبست الفستان لأول مرة، دول فساتين أنا جايبتهم معي من روسيا. هيك يعني كان كتير شعور سعيد، وكمان لما طلعت على المسرح كانت هيدا أول مرة، يمكن كان بعمر 6 سنين، كنت كتير مبسوطة. اخترت تشيلو لأن آلة مميزة ونادرة، كان صوتها ودائما صوتها حلو كتير، وكان شكلها دائما يجذبني إلها. أنا تعلمت روسي مشان بس أكبر عندي أمنية إني أطلع على روسيا وكمل هونيك دراسة الباليه والموسيقى. تاج زهرة موهوبة عمرها 11 سنة، عندها طموح، حلم وإرادة، واشتغلت عليهم صح من عمر صغير لتكون عازفة تشيلو وفراشة برأس الباليه. كل مرة كانت تطلع فيها على المسرح كانت تضيف شيء جديد لشخصيتها. الرقص أمام ألف متفرج والشعور بالثقة اللي كان يعطيها إياه الباليه هو شيء كتير كتير أضاف لشخصيتها. هذا الشيء طبعاً أكيد بينعكس على الدرس، بينعكس على أي شيء، لأنه اللي بيتذوق طعم التفوق هو حدا بيحاول بكل شيء يصير متفوق، بالدرس مثلاً، هي بالموسيقى هي بتحاول دائماً أنه هي بدها تأخذ أحسن مستوى، أحسن علامة. الموهبة بتخلق فينا، والإرادة ما حدا بيوقفها،
وطالما في حلم عم نسعى لتحقيقه الأكيد رح نوصل. صار وقت نروح نحن وياكم لعند الشيف راني ونشوف كيف حيبلش بأكلتنا لليوم. تفضل شيف. شكرا رنا. يسعد صباحكم. اليوم حنعمل مع بعض فاهيتا دجاج. حنقدمها ساندويش وحنقدمها كوجبة رئيسية. حنشوف هلا المقادير مع بعض. دجاج مقطع أصابع متبل طبعا، أنا متبله قبل بوقت مشان ضيق الوقت، حيكون لأنه حيشرب هو الصلصة. بصل كمان مقطع جوليان، فليفلة خضراء وفليفلة حمراء مقطع جوليان أو ترانشات، فطر فريش، كزبرة ناعمة. حتكون عنا هون الصلصات، لبني، بندورة مبروشة وأفوغا مقطع، بصل أخضر ناعم، فليفلة خضراء وفليفلة حمراء كمان ناعمين، زيت زيتون وزيت أبيض وعصير ليمون وصوص صويا وكزبرة ناعمة. هلأ حنبلش نحن بتحضير الفاهيتا. حتكون كمان نذكر أنه بهارات الفاهيتا حتكون معنا هون: كزبرة ناعمة، ثوم ناعم، زنجبيل ناعم، ملح، فليفلة حمراء، فلفل أسود، بصل ناعم وكمون ناعم. هلأ حنبلش بطبختنا لليوم. حنقطع هلأ الخضار مع بعض ومنحط بطنجرة على النار، منحط الطنجرة على النار ومنقطع الخضار بهالشكل. البصل لازم يكون قطعة كبيرة، يعني قطعة عريضة بهالشكل. وحنقطع الفطر كمان لازم يكون قطع سميكة شوي، ترانشات بهالشكل. والفليفلة نفس العملية كمان، حتكون ترانشات عريضة. هلأ مننزل بالزيت الأبيض على المقلاي. أول عملية هي تقليد تقلاية الدجاج. مننزل الدجاج على المقلاي طبعا. الدجاج أنا متبله قبل بوقت بنفس البهارات اللي ذكرناها مسبقا، مشان هي تتبيل الدجاج لازم يكون على الأقل من 6 ل 8 ساعات أو 24 ساعة، يعني على الأقل لازم يكون متبل مدة من 6 ل 7 ساعات مشان أنا عندي تاخذ المفعول. هلأ حنحط الخضار اللي شفناها اللي قطعناها مع بعض هون. هلأ منحمر الدجاج بالمقلاي. طبعا الخضار نحن اللي عم نستعملها مثل الفطر الفريش، فينا نحن نستبدل الفطر الفريش بالفطر المعلب. فليفلة خضراء وفليفلة حمراء وفليفلة صفراء، ثلاث أنواع فليفلة عندي اليوم لازم تكون موجودة. والبصل هلأ هيك عم يتحمر الدجاج عنا، والصلصات عنا حتكون كمان ذكرناها، حنشوفها هلأ بتاني فقرة، هي تحضير صلصة البندورة، تحضير صلصة الأفوكادو، وتحضير صلصة السور كريم. هلأ هيك تقريبا صار لازم حمر الدجاج أنا لحتى ياخد عملية الاستواء. منحرك بهالشكل. بهالأثناء نحن قطعنا هون الخضرة. هلأ مثل ما نكون شايفين أنا متبل البهارات كلها هون ببولي أو بقطعة وحدة هون، حطيناها مثل ما نكون شايفين. هلأ أكيد البهارات حتكون كلها عنا. أنا خلطتها مشان هلأ بننزل على الطبق بشكل هيك. صارت تقريبا تحمر عندي الدجاج. مننزل البصل على الدجاج ومنحرك. حرك بهالشكل. الفاهيتا هي من الأطباق المكسيكية المشهورة،
بيتميز فيها الشارع المكسيكي. نعلي غازنا شوي عشان ناخذ الحراره الكافيه للفاهيتا. هلا الفاهيتا مثل ما حكينا انه بتتقدم ساندويش وبتتقدم كوجبه رئيسيه. الساندويش نحن هلا حنشوف بالفقره بعد الفقره هاي انه حنشوف حنعمل خبزه الفاهيتا. هلا بنشوفها مع بعض. هلا قطعنا هون الخضار مثل ما شفتوا. هلا بننزل الخضار الموجودة عندنا هون. هلا انا بنزل بالفليفلة الخضراء والفليفلة الحمراء والفليفلة الصفراء على الطبق ومنحرك. لازم تكون الخضار عندي مستوية تقريبا اكثر من نصف الاستواء لتحافظ على جماليتها بالصحن. نحرك بهالشكل. هلا بننزل نحن الفطر المقطع فريش قلنا، او اذا مو موجود فريش فينا نستعمل الفطر المعلب، بس يفضل استعمال الفطر الفريش، بيعطيني نكهه كثير طيبه للاكله ولون حلو. هلا هيك بنحرك مع بعض كل موادنا، نعطيها شوية زيت، تحتاج شوية زيت أبيض. هلأ بننزل بالبهار، بالبهارات على الفاهيتا. طبعا البهارات المذكورة أنا قلت إنه البهارات خالطة من قبل. هلأ بنشم الريحة الزكية للبهار. هلأ هيك تقريبا صارت الفاهيتا عندي تقريبا جاهزة. بنحركها مزبوط مع بعض. إذا احتاجت بهار كمان زيادة فينا ننزله حسب الرغبة. بنحرك. هلا مثل ماني عم شم هون إنه ريحة كتير طيبة، ريحة البهارات للفاهيتا، وبتتخلط مع الخضار. وانا مسبقا عندي الدجاج كمان متبله بالبهار. هيك صار عندي الفاهيتا تقريبا جاهزه. بخليها على النار. هلا لتصير عندي الفاهيتا جاهزه اخر عمليه بحط عليها صويا صوص، بتصير عندي الفاهيتا جاهزه. هلا بالفقره الجاي حنشوف مع بعض كيف بدنا نعمل الصلصات، صلصه الافوكادو وصلصه السور كريم وصلصه البندوره. وحنشوف كمان كيف بدنا مثل ما انكم انا شايفين هون محضر العجين وعامله كيوبات صغيره. هلا بنحرك بهالشكل. حنشوف اذا العجين والصلصات. هلا بننتقل لعند رنا وورد لنتابع باقي فقراتنا وبنرجع لكم. شكرا كثير يا شيف، عن جد الريحه يعني الريحه بتشهي كثير كثير، شكلها طيبه. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه.
يعني اغلب العالم ورد كان بالتعليقات عم تحكي على الناس خلينا نقول المزيفين او الناس اللي ممكن هن بنكون بعلاقات هي علاقة مصلحة، فالأفضل إنه بتكون فعلاً خسارة دول الأشخاص مكسب. عندك حدا معين بتحسي خسارته مكسب؟ مو حدا معين، بس أنا هذا النوع من الأشخاص اللي ينذكر بالتعليقات فعلاً، الشخص اللي بيكون هو يعني بيوشنا شيء وبيقفانا شيء، أو هو بيكون يمكن عم يحكي معنا بس لمصلحة، بحس دول الأشخاص عن جد واحد يخسرهم بيكون أفضل. في نوع من الأشخاص كمان هدول اللي كتير حبابين، كتير أكابر، كتير كول مع العالم، كتير بيتمنوا لك الخير، بس هن من جوا عم يستشيطوا حقداً، صح. خلينا نقول وغيظاً، وبتحسي عليهم بعدين، فهدول خسارتهم عن جد مكسب. فعلاً. حتى نكسب حالنا ونكسب صحتنا أقل شيء لازم نثقف طبياً قدر الإمكان وناخد علم عن كل شيء ممكن نواجهه بحياتنا الصحية. للقلب 4 صمامات لهم دور أساسي بتدفق الدم من وإلى القلب، بس ممكن أحد هالصمامات يصاب بخلل والموضوع هاد بيعيق عمله وبيسبب له مشاكل ممكن تتفاقم لأمور خطيرة لاحقاً. فكيف ممكن المريض يعرف أنه عنده مشكلة بأحد الصمامات وشو الحلول المطروحة بهيك حالة؟ كل هالتفاصيل وأكثر رح يخبرنا عنهم الدكتور حسام خضر، اختصاصي بالأمراض القلبية. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام. يعني خلينا نبدأ نعرف مشاهدينا أكثر شو بنقصد بالصمام القلبي كتعريف طبي، شو هو تعريفه؟ هلا أول شيء يعني شكرا لكم على الاستضافة، صباح الخير للمشاهدين، صباح الخير لكم. المقدمة عجبتني، يعني أنا إنه الواحد في شغلات إنه إذا خسرها أحسن، كلها الصحة، كل شيء بالجسم لصحته النفسية والجسدية. يعني كل شيء بالجسم يعني له وظيفة معينة إنه رب العالمين حاططها لحتى تقوم فيها، كتير مهمة بأداء العمل اللي بيقوم فيه الجسم. هلا نحن إذا بدنا نحكي من الكبد للكليتين للقلب للكذا بالهي، هلا وكل عضو من الجسم وكل عضو من الجسم فيه له تركيب معين، هذا التركيب المعين هاي. وهلا موضوعنا نحن الصمامات، وان شاء الله ما بنشوف حدا خسر اي شيء من وظيفه الصمامات. الصمامات مثل ما حكيت حضرتك هي 4 صمامات موجوده بالقلب. في نحن مثل ما بنعرف القلب هو عباره عن جزئين، القلب الايمن والقلب الايسر. القلب الايمن هو اللي بيكون علاقته مع الرئتين، والقلب الايسر اللي بيكون علاقته مع الجسم بالنسبه للهي. هلا في عندنا صمامين بالقلب الايسر وصمامين بالقلب الايمن، الصمام التاجي والصمام الابهر بالجزء الايسر، وصمام مثلث الشرف والصمام الرئوي بالقسم الايمن. وظيفه الصمام هي انه بتكون بين الحجرات موجوده. نحن مثل ما بنعرف القلب هو عباره عن عضله، هالعضله ضمنها في 4 حجرات. هالحجرات بتدخل الى الدم، المفروض انه تمشي بطريقه معينه. الصمام مهمته هو انه يخلي الدم يمشي باتجاه معين وعدم الرجوع بهذا الاتجاه. تمام. يعني بيفتح وقت اللي بيفتح بيمر الدم بالنسبه له، وقت اللي بيسكر خلاص انه بتتعبى هاي الحجره وما بيرجع الدم من هي. اذا الصمام هي مثل ما بيقولوا هو الصمام الامان يعني. تماما. يعني اذا بدنا نشبهه ولو انه التشبيه شوي بعيد، مثل بالتمديدات المياه مانع رجوع، مانع بيسمح بتدفق السوائل باتجاه معين بس ما بيسمح لها ترجع. هيك اذا كان وظيفته صح. هلا تقريبا جزء منه هيك صح، جزء تماما تماما تماما. طيب هيك. شو بيصير حتى الصمام يضعف وبيصير ما بيأدي وظيفته المطلوبه منه؟ هلا نحن حتى الصمامات هي عباره عن وريقات، وفيها الى حلقه بوجود فيها، وفي الى حبال وتريه اللي بتقوم فيها بالعمل هذا بالنسبه لهم. طبعا نحن اول شيء اذا بدنا نحكي عن وظيفه الصمام، الصمامات هي بتساعد العضله القلبيه، عضله القلب على انه الدم، يعني وقت بفوت الدم على الاذين اليسرى بنستنى بيكون مسكر الصمام لحتى تتعبى الاذين، بعدين بتنقبض بيفتح الصمام بيدخل الدم للبطين الايسر. بس يتعبى البطين الايسر خلص ما بسكر الصمام التاجي، ما عاد يرجع الدم لورا لحتى ترجع دوره ثانيه تصير بالنسبه له. هلا نحن اذا بدنا نقول شو الاسباب اللي بتخلي الصمام انه سوء، يصير في سوء عمليه. اول شيء في عنا نحن سوء الامراض الولاديه الخلقيه، يعني ممكن من عمر يوم نحن نكتشف انه في عنا خلل باصابه الصمام اما التاجي او الصمام الابهر. من لما بيولد البيبي بيكون عنده خلل. قبل ما نقول بيبي لسه نحن عم نقول عن خدش، هو جنين بيكون. لا هاي ممكن حتى تنكشف هو جنين، الاصابات هو جنين.
بس هلا ولد الطفل هذا لساعته اسمه خدج يعني هذول بالنسبه له. هلا من هون نحن هي هلا نحن اول شغله انه شلون بين معنا انه في عندنا مشكله وقت بولد الطفل، بيكون في عندنا اما زرقه اما انه في بكاء، في عندنا زله تنفسيه عند الطفل، او مثل ما بنعرف هلا حاليا اي ولاده بتصير بالمشفى وبالصح بيقوم طبيب اطفال بيفحص المريض، اثناء فحصه ممكن يسمع بالاصغاء القلب نفخه. هي النفخه هي في اصوات طبيعيه للقلب، هي الصوت الاول والثاني بيكون موجودين، بيسمع فيه انه في موجود نفخه. النفخه هذا انه هو تشوه بالصوت، تشوه بصوت القلب، بيقوم هون بياخذ الطبيب بياخذ فكره انه في عندنا بيستقصي ممكن يكون انه في عندنا مشكله هون. هلا بننتقل للمرحله الثانيه للتشخيص. اذا اول شيء الولاده، عند الولاده الامراض الخلقيه الموجوده ونسبتهم كبيره بشكل كبير، يعني هدول يعني مو نسبه قليله، يعني في عندنا نسبه هي، وهدول ممكن يصير لهم عمل جراحي حتى بالايام الاولى. يعني ممكن ينعمل لهذا الطفل. طيب نحن اول 15 يوم ممكن ينعمل. طب هون في بس استفسار صغير، قلنا ممكن الطفل هو وبعده ببطن امه ينعرف انه هو في عيب خلقي له علاقه بالقلب، هون نحن بيكون التداخل الطبي مثل ما قلنا بعد الولاده، بعد الولاده دغري، ولا نحن في اشياء معينه ممكن نعملها والجنين ببطن امه؟ هلا نحن عم نحكي عن موضوع في عندنا مشاكل، يعني مو عم نحكي عن مرض واحد، عم نحكي عن امراض كثير الولاديه. يعني قصور الصمام التاجي غير قصور الصمام الابهري، غير تضيق الصمام الابهري، غير تضيق الصمام الرئوي. في عمليات يجب ان تجرى فور الولاده، لانه خلص اذا تاجلت العمليه في خطر على حياته. لا خلص انه القلب ما عاد يستفيد منها، لانه البطين رح يصير في عندنا سوء بوظيفته والعمليه ما عاد تستفيد. وهي اصابات الصمام ممكن تترافق بفتحات تحميها احيانا. احيانا لا، بيكون الافضل ببعض الامراض انه نستنى. نحن عم نقول هلا مثلا مثل تبادل منشا الاوعي، هدول مباشره لازم يجوا بالمراحل الاولى. هلا في اصابات صماميه لا، نستنى نحن لعمر 3 شهور لحتى نسويها، وفي اصابات لا بعد 6 شهور، في اصابات لبعد سنه. تمام، هذا يقرر حسب بناء الاستقصاءات اللي بتصير والتشخيص اللي بينحط. اوكي، رح ننتقل لمرحلة متقدمة أخرى، يمكن هنا الكبار بالعمر اللي بيعانوا أكثر شيء من مشاكل قلبية ومشاكل صمامات. نسمع فلان بدل الصمام او حط شبكه قبل الصمام او بعده، او حتى في فتحه بين الاذينه والبطين او بين الاذينتين سكروا له اياها، هالحالات شو؟ هلا اول شيء نحن بننتقل للكبار. شو بتقصد الكبار؟ يعني بقصد فوق الخمسينات يعني ولا بالكبار ولا بالعمر اللي تقدموا بالعمر؟ لانه يعني كمان يعني في اصابات صماميه بتصير نتيجه التهاب الروماتيزم الحمى الرثويه. يعني في مثلا بنلاقي انه في ناس في عندهم اصابات باللوزات، وخفت هي الاصابات كونه صار في عندنا معالجه مبكره، ما كنا نشوفها باعداد كبيره، بس لسه لحد الان موجوده، انه بصير في عندنا اصابه باللوزات، اصابه بالالتهاب باللوزات. هذا التهاب باللوزات بيسوي مرض اسمه حمى رثويه. هو دكتور بسبب الوقت المتاح القليل المتبقي حابب انا نخصص للمتقدمين بالعمر، الكبار بالعمر. اذا هلا نحن رح نقول لكبار بالعمر ممكن يكون انه آفات خلقيه ما تكشف الا لاعمار متقدمه. ممكن يكون في عندنا الحمى الرثويه موجود في موجود بالنسبه الى اصابات الشرايين الاكليليه. اصابات الشرايين الاكليليه يعني اصابه بالشرايين اللي بتغذي عضله القلب، اللي يكون نقص ترويه او احتشاءات، ممكن تاثر على الصمامات وتسوي سوء بعمل وظيفتها. طبعا نحن بدنا نميز شغلتين بين باصابات الصمام. عندنا مشكلتين اساسيين، هو التضيق والقصور. هن عكس بعضهم. التضيق هو انه الصمام بيكون مساحه الفتحه صغيره، ما بيمر الدم بشكل كافي بالنسبه لهم، بينما القصور لا، انه ما بيسكر بشكل مليح، بيقوم بيرجع الدم بالنسبه لهم. اوكي، ايه هذا وقت بيكون في عندنا احتشاءات عضله قلبيه او نقص ترويه قلبيه، انه ممكن يسبب لقصور الصمام التاجي بالذات او اصابات الصمامات الثانيه مثل صمام مثلث الشرف. في شيء اسمه التنكس، يعني الوريقات تبع الصمام مع العمر بصير في عندنا سوء بعمل وظيفه نتيجه ترسب او نتيجه التهابات معينه. اهتراء يعني بالعامي تمام. انا عم بحاول نقرب شوي ناخذ مصطلحات طبيه لنحكي بلهجتنا العامية. بخاف يعني هو نوع من الاهتراء. هذا الاهتراء ممكن يكون بالوريقه نفسها او ممكن يكون بطريقه اغلاق الوريقه بالنسبه له، او بالحلقه اللي بتغذي بالنسبه له. اذا نحن قلنا الولاده ممكن ما ينكشف له بعمر كبير، اصابات الرثويه، اصابات الشرايين الاكليليه، احتلالات العضله القلبيه.
يعني ممكن يصير التهاب لعضلة القلب، يصير في ضعف بعضلة القلب ينجم عنه انه في اصابات بالصمامات الهي. في عنا شيء اسمه تكلس الصمامات اللي بيصير مع العمر هذا، وبنشوفه على الاغلب بعد الاعمار بالسبعينات، يعني بين الستينات والسبعينات تنكس الاعمار المتقدمه. الاعمار المتقدمه هدول بيكون في عنا تضيق بالصمام، مساحه الصمام بتوصل لرقم معين. يعني طبعا نحن بنقدرها بناء يعني طبعا مو كل صمام صار في عنا مشكله عليه انه هذا صار بده تبديل، لا هو في معايير. هو هذا السؤال اللي كان بدي اسالك يا دكتور، هون التدخل الجراحي باي مرحله بيكون؟ يعني نحن في علاجات بتكون سابقه لهي المرحله، شو هي بتكون؟ هلا نحن اول شيء وقت بنقول صمام بنميز ثلاث مراحل، الاصابه خفيفه، متوسطه، شديده. تمام. بالاصابه الخفيفه هو العلاج دائما هو المراقبه انه نراقبه كل فتره ونشوف انه ما عم يتطور ولا لا. القصور الصمام او معاكسه الاسباب اللي بتصير، يعني اذا في اسباب ممكن نحن ارتفاع كوليسترول، في عندنا ارتفاع ضغط، في عندنا اصابات، نعاكسها هي الاصابات الامراض انه نحاول نعالجها. ايه وفي معالجات دوائيه، يعني وعلى الاغلب انه نعطي نحن مدرات العضله القلبيه، نعطي مقويات العضله، نعطي ادويه تخفف سرعه القلب لحتى انه ما يكون في اجهاد على العضله القلبيه والصمامات بالنسبه لهم. طبعا هذا بالمراحل المتوسطه، مجرد انه صار المريض بالمراحل الشديده هون بننتقل للعلاج الجراحي او عم نقول العلاج التداخلي، لانه ممكن يصير اما عن طريق القسطره او عن طريق الجراحه. وحتى الجراحه الى نوعين، اما جراحه بالتنظير او جراحه بفتح الصدر، هو بنقول عنه قلب مفتوح. قلب مفتوح بالنسبه له. طبعا كل صمام له معايير لحتى نشخصه، يعني الصمام الابهري مثلا مجرد انه صارت مساحه الصمام اقل من 1 سم فهو هذا صار استطباب انه تبديل. الصمام التاجي مثلا كان سابقا يقال انه اذا كان اقل من 1 هذا شديد، لا حاليا صار انه اقل من 1.5 مساحه الصمام، طبعا تحسب عن طريق الايكو. اذا صار شديد فهون بيكون في تداخل. اوكي. ممكن تضيق الصمام التاجي او تضيق الصمام الرئوي ينحل من خلال القسطره. توسيع بالقسطره بالبالونات انه بصير، وهي طبعا تجرى عنا بشكل واسع. حلو. بشكل جيد يعني، بس في إلى معايير، مو كل مريض عنده تضيق صمام قابل لحتى يجرى. أوكي. عن طريق القسطره. يعني نحن من خلال فقرتنا مع حضرتك دكتور حبينا نضوي على معظم الامراض اللي بتصيب الصمامات بعضله القلب، وبنرجع بناكد استشاره الطبيب المتخصص لكل حالة فردية هي الحل الأمثل لحتى نبدأ بخطة العلاج. ما ضل غير نتشكرك دكتور لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك يا رب. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا لك دكتور، شرفنا. مشاهدينا، ولأنه القلب هو أقوى عضلة ميكانيكية بجسم الإنسان أكيد بيحمل كثير من المعلومات الغريبة اللي يمكن ما كان عنا علم فيها. شو هنن بنعرف بهالإنفوغراف؟ فهيتا مع الشيف راني رح نشوف وين وصل فيها. تفضل يا شيف. شكرا ورد. رجعنا لنكفي طبختنا لليوم مع بعض. هلا الفهيتا هون صارت انا عندي جاهزه، ضفت لها صوص الصويا وصارت عندي كلها جاهزه للسكب. هلا بنخلط مع بعض الصلصات اللي حتكون مرافقه للفهيتا. حنبدا بصلصه البندوره، بنحط بندوره كرزية مقطعة دوائر، منحط كمان كزبرة ناعمة، بصل أخضر، فليفلة خضراء، فليفلة حمراء،
الصلصات مثل ما حكينا انه بتكون مرافقه مع الكمون، الفاهيتا، فلفل اسود وملح. هلا بنخلط الصلصه مع بعض. البندوره بتكون بندوره مبروشه بنبرشها نحن فريش هيك، بتصير عندنا اول صلصه جاهزه. صارت عندي جاهزه اول صلصه. هلا بننتقل لثاني صلصه اللي هي السور كريم. السور كريم هي عباره عن لبني مع كريم فريش، بنحط لها بصل اخضر هالشكل، ملح، فلفل اسود وعصير ليمون. بحاول انا ما كتر عصير ليمون مشان تطلع عندي الصلصه متماسكه مع بعضها، وبخلطهم بهالشكل. البصل الاخضر بيعطيني طعم كتير طيبه للصلصه مثل ما انكم شايفين. هيك اختلطت الصلصه مع بعضها. هلا بننتقل لصلصه الافوكادو. انا في عندي افوكادو مقشر ومقطع، بهرسهم شوي. فيني انا اهرسهم يعني افركهم بايدي، او فيني اهرسهم بالمعلقه. طبعا لازم يكون الافوكادو حبه مستويه. خلطهم بهالشكل. بنحط هلا كزبره ناعمه، بندوره، كمان بندوره كرزيه مقطعه، بصل اخضر، فليفله خضراء، فليفله حمراء، وفي عندي كمون والملح وفلفل الاسود، وبخلط الصلصه عندي. عصير الليمون مشان يحافظ على الافوكادو عندي وقت اللي بخليه انا لفتره. العصير الليمون بيحافظ على الافوكادو مشان ما يسود، بيخلي الافوكادو بلونه الطبيعي طبعا، وبيعطيني طعمي للصلصه. هيك صارت عندي الصلصه كمان جاهزه، صلصه الافوكادو وصلصه البندوره وصلصة السور كريم. هلا حنحضر مع بعض نحن العجين، الخبزة تبع الفاهيتا. مثل ما حكينا انه انا مقطع عجن العجين مسبقا، ومقطع العجين بشكل دوائر صغيرة. هلا بحط طحين، نفرد العجين. العجين هو عبارة عن طحين وحليب وملح، نفردها بهالشكل. اذا قلنا طحين وحليب وملح مع بعض، نفرد هيك بشكل دائري. طبعا نحن بنكون كمان شو حاطين، حاطين على النار المقلايه اللي بدنا نعمل فيها الخبزه. خبزة الفاهيتا اسمها تورتيلا بهالشكل. هلا معطيها الشكل الدائري. اذا ما تشكل الشكل الدائري انا فيني قصها بصحن دائري. بهالشكل صارت عندي انا خبزة الفاهيتا. هيك صارت عندي جاهزة أنا. هلأ بساعدها بالشوبك، وبنزلها على المقلاي بهالشكل مشان تتم تعطيني الشكل الدائري. بنخليها لحتى تستوي. مثل ما انكم شايفين أنا هيك صار عندي خبز الفاهيتا. هلأ حنلف خبز الفاهيتا، حنحط الفاهيتا، حنحط الجبنة، حنحط شو اسمه بخبز الفاهيتا، ونلفها ونحميها على المقلاي.
هيك صار عندي شفنا وحنشوف هلا بالشكل النهائي شكل النهائي اللي طبقنا لليوم. رح نرجع لعند ورد ورنا لنتابع باقي فقراتنا وبنرجع لكم. شكرا شيف راني، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير شيف. رح نروح لهيك جوله على الاخبار المنوعه والموجه الثلجيه اللي غيرت شكل شاطئ رملي باحد البلدان، ومزار مزارعين عفوا استثمروا بيع العسل لحتى يحسنوا الدخل. اما اغرب حفل زفاف جماعي فكان بموكب فيلا. عن شو عم نحكي؟ منتابع سوا بهالجوله المنوعه. شو رأيك؟ لأنه بردانين نروح لرياضة، بتدفي ما شوي. في غير الرياضة بتنشطنا بتصحصحنا وبتعطينا هيك حرق سعرات حرارية ممكن ندفع بهالطقس البارد. رياضة الصباح صارت جاهزة. يسعد صباحكم. رح نبلش تمريننا اليوم مع بعض كمان أحماء بسيط مثل كل يوم. بنحاول نعلي نبضات القلب مع نفس ظهري ومعدتي مشدودين. 1 2 3 4 5 6 7. بحاول علي ركبتي اكثر فوق. 1 2 3 4 5 6 7. كمان مره اسرع شوي. 2 ايدي مع رجلي عم يشتغلوا مع بعض. 5 6 7. راح اطلع تاتش. 2 يمين 2 شمال 2 يمين 2 شمال. 2 3 4 5 6 7 8. هلا مع ايدي فوق. 2 3 4 5 6 7. وآخر مرة بطلع مارش بريح. 2 3 4 5 6 7 8. كمان 1 2 3 4 5 6 7. وآخر عدة رح أطلع خطوتين جنب مع كيك بسيط تحت هون. كمان اسرع. 1 2 3. عم اعمل كروس بسيط. 4 5 6 7 8. كمان 1 2 3 4 5 6 7 8. وآخر مرة 1 2 3 4 5 6 7 8. وبريح باخذ نفس مشي بالمكان صدري مفتوحة عم اتنفس.
كمان. هلا بدي اطلع تاج للخلف، يمين وشمال، يمين وشمال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ايدي عم يشتغلوا كمان مع رجلي، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وآخر عدة ريح، واحد ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة. هلا حأفتح تحت، مشط رجلي لبرا ورح أنزل سومو سكوات لفوق، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وبريح فوق حأطلع جام يمين وشمال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة. فينا أسرع شوي مشان نعلي أكثر نبضات القلب ونحرق أسرع، آخر مرتين وآخر مرة. بريح رجلي وإيدي كمان، بعد كل تمرين فينا نعمل شوية ستريتشنج بالبيت، ناخد نفس، وهيك بنكون انهينا تمريننا لليوم. بشوفكم بكرة، باي باي. يسعد صباحكم مرة تانية. بثقافتنا لما حدا يخبرك انك شخص حساس كتير فهو ما بيكون قاصد يجاملك او يمدحك، فبعض الاشخاص ممكن يكونوا على درجة عالية من الحساسية مقارنة باشخاص اخرين، وغالبا منلاقي انه المرأة بتتصف بالحساسية اكثر من الرجل. شو السبب وامتى تتحول حساسية المرأة لمشكلة حقيقية بتأثر عليها وعلى علاقتها مع الاشخاص المحيطين فيها؟ هذا اللي رنا رح تخبرنا عنه بعدة نقاط. شكرا كثير لك ورد. يعني تعرف أكيد المرأة بأنه هي كائن حساس ومرهف المشاعر، تحتاج المرأة للعاطفة وبتفكر بقلبها قبل عقلها، وبتتمنى لو إنها بتعيش على نهر من الحب لتنهل من المشاعر اللي ما بتمل ولا ممكن تستغني عنها. يمكن هذا الشيء بيرجع لطبيعتها الفطرية ونشأتها، كمان أكيد بتلعب دور مهم بجعلها رومانسية لهي الدرجة. وما في شك بأنه الهرمونات أيضاً لها دور بارز بتعطشها للعاطفة، فمشاعر الأمومة بتكون مسيطرة عليها من هي وصغيرة. ولكن توجد فئة من النساء بتصفوا بحساسيتهم العالية يلي بتنعكس تصرفاتهم وأفعالهم، وبيكون عندهم حدس عالي ورقة كتير كبيرة وصفات كتيرة تانية تتمتع فيها المرأة الحساسة، وعلامات ممكن من خلال وجودها أو وجودها بالمرأة أنه نعرف أنه هي امرأة حساسة. يعني الشخصية الحساسة لها أكيد ميزات خاصة بتميزها عن غيرها من الشخصيات، فصاحبها بيفكر بعمق وبيركز على التفاصيل وبيحتاج لوقت طويل حتى يتخذ القرار المناسب، وبيعطي أيضا أهمية كبيرة للحاجات الإنسانية وبيشعر بالآخرين دائما، فمنلاقيه ممكن بيتأثر بمشاعر الناس اللي حواليه وبيقدم مصلحة الآخرين
على مصلحته، والحساس بيكون حريص دائما بالحفاظ على علاقاته الاجتماعية على الرغم من ظهور العديد من الدراسات يلي نفت هالموضوع، ولكن المتفق عليه هو انه النساء عندهم حساسية اكثر من الرجال لاسباب كثيرة منتابعها سوا. المرأة حساسة، مقولة متداولة بين الرجال والسيدات. حيثيات علمية أثبتتها دراسات وأحصائيات وضحت الأسباب يلي بتجعل المرأة حساسة أكثر من الرجل، وأولها رغم أنه وزن دماغ الرجل أتقل من المرأة، لكن الجزء المسؤول عن العاطفة والمشاعر عند المرأة أكبر من الرجل، وهو الأمر يلي بيجعل المرأة أكثر وأسرع بكاءً من الرجل. دراسة بجامعة ريو دي جانيرو البرازيلية توصلت لسبب امتلاك المرأة حاسة شم أقوى، وكان هو كثرة الخلايا المسؤولة عن هالحاسة، وكشفت إنه المرأة أكثر تمييزاً للروائح المختلفة من الرجل. والدراسات أشارت أيضاً إنه حاسة السمع عند معظم الرجال بتصير سيئة مع بداية عمر الثلاثين، وبتقل قدراته السمعية مقارنة بالمرأة يلي بتحتفظ بقدراتها مدة أطول. نتائج دراسة بحثية بالنرويج أجريت على شريحة كبيرة من البالغين أشارت إنه المرأة تتمتع بذاكرة أقوى وعندها قدرة أكبر على حفظ المعلومات من الرجل، فالنسيان يصيب الرجال أكثر من النساء خاصة بالمرحلة العمرية من 30 ل 60 عام. الكوابيس عادة بتصير لعدة أسباب نفسية وعصبية ومرضية، لكن الباحثين وجدوا أن المرأة بحالات الحيض وانقطاعه بيصير عندها بعض التغيرات النفسية يلي بتتسبب باضطرابات النوم والكوابيس. كل هالعوامل النفسية والجسدية تجعل المرأة أكثر حساسية من الرجل وأكثر انفعالاً وعاطفية وتفاعلاً مع كل شيء بيصير حواليها. غالباً الرجال بيكرهوا حساسية المرأة الزايدة وخاصة يلي بتبكي كتير. السبب الأساسي لهذا الكره هو أنه ما بيعرف كيف يتصرف أو حتى يتعامل معه. الرجل بينظر للمرأة على أنه هي مصدر للراحة والطمأنينة، وما بيحبوا أنه تكون المرأة هي مصدر للإزعاج أو النكد. ويمكن قلال الرجال اللي بيقدروا يستوعبوا أو حتى يحتووا المرأة لما تكون شديدة الحساسية، وبعض الرجال ما بيقدروا يتحملوا دموع زوجاتهم مثلا، علما أنه الدموع هي الوسيلة الوحيدة اللي بتقدر المرأة تعبر فيها عن الشيء اللي جواتها. وأخطاء كثيرة بيتبعها الرجل لما يتعامل مع المرأة الحساسة، مثل أنه ممكن يتجاهلها عن قصد مثلا. وبما انه الشخصيه الحساسه عندها كم هائل من السلبيات، فيمكن صاحبه هي الشخصيه بتسعى بشكل دائم لتلاقي طرق معينه بتساعدها تتخلص منها او تحد قدر المستطاع من سلبياتها. يعني بالنهاية حتى لو كانت شخصية المرأة الحساسة عم تسبب لها بعض المشاكل بحياتها، ولكن الأهم أنه ما تعتبرها عيب كبير، فهي بتمتلك قلب بيكون كتير نقي ومشاعر صادقة. ببساطة هن يمكن ما بيقدروا يتغلبوا على أحاسيسهم المختلفة وما بيقدروا يسيطروا على عواطفهم، لهيك هن دائما بحاجة لمين بيفهمهم وبيتقبل حساسيتهم وحتى بيمنحهم الكتير من الحب والاهتمام.
شو رأيك ورد؟ أنا وصلت للمجلد يمكن 137. كيف تفهم المرأة؟ كيف تفهم المرأة؟ وكيف تتعامل مع حساسية المرأة؟ بسيطة الخطوات يا جماعة، بس هيك شوية عناية. انتم صعبين الموضوع يعني. بس هالمرأة الحساسة، أوكي حلو أنه بتورجيك أنها حساسة، بس الحساسة والغامضة بنفس الوقت يعني أنت لازم تعرف شو بني. بدك تحذر. حذر، لو مهتم بتعرف. على كل حال الله يعيننا ويساعدنا على الجنس اللطيف، ولكن ما بنقدر بدونه. ما فيكم بلا، ما بنقدر بدونه. على كل حال امراض نفسيه كثيره ممكن يتعرض للرجل او حتى المراه، لكن في اضطرابات ممكن تصيب رجل واحد وتصيب 10 نساء بنفس الوقت. شو هن؟ رح نتعرف عليهم بعندكم علم. حظوظنا وأبراجنا وشو مخبيلنا الفلك مع مدام نجلة أباني. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا رنا. يجعل أيامكم سعيدة وتضلوا دائما بخير مرتاحين ومبسوطين، وتكون أيامكم بيضة يا رب العالمين مثل هاي الأيام اللي بلشت تلج. فإن شاء الله الأيام سعيدة للجميع، تكون فيها دفى وحميمية مع الناس اللي بتحبوهم. اليوم 17 شباط يعني 17 فبراير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد في الدلو اللي كان عم يتراجع اليوم بلش يلتف متقدما، بقيت الكواكب كلها في برج الدلو ما عدا المريخ في برج الثور. هذا بيخليني أقول إنه مولود برج الأسد العقرب والدلو شوي متعبين صحيا، والحقيقة هذا هو سبب إنه الدلو لسه ما ارتاح. يعني الشاطر بيسألني إنه عم تقولوا كل الكواكب ببرج الدلو بس أنا مو مرتاح، لا هذا طبيعي لأنه وجود المريخ بيخليك عصبي مستعجل الحلول، أمورك هيك العلاقة ببعض الأمور الصحية مو كتير مريحة. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي لازم اليوم يوازن أموره المالية. غالباً رتب أمورك المالية بهدوء بعيداً عن الصرف، لأنه أصلاً عم يطلع لك مصاريف إضافية إذا أنت ملاحظ، وأنت أصلاً من الأشخاص الكرماء جداً، والحل أكيد التنظيم لتدخل الشهر القادم بدون إرباكات مالية. ما أنت أصلاً طالع من تراجع وطارد، والتراجع بيعني كان صرف إضافي على مدى العشرين يوم السابقين. مولود برج الثور كأنك عم بتعيد ترتيب هيكلية حياتك. هاي الأيام أيام جيدة، في شيء عم يخدم أمانيك خلال الأسبوع القادم، عم تسمع لغة محببة لطيفة، الأمور لألك العلاقة باعتماد على صداقاتك علاقاتك، يعني في شيء ممكن يبث حماس فيك بهاي الأيام. مولود برج الجوزاء غالباً عم تسعى لتقوية علاقاتك، بس للحقيقة لازم تبتعد اليوم عن سماع الأقوال اللي مو كتير صحيحة. مرحك قد يجذب لألك الآخرين، لكن يوم فيه غالباً تعب، حزن، كسل، ضيقة خلق، قضايا ما كتير ظابطة أو ما كتير مثل ما أنت بدك. صباح الخير لعزيزنا مولود برج السرطان اللي بالغالب اليوم اجتماعي بامتياز، تقبل وادعى أمورك إيجابية وجيدة، والحقيقة يوم للزيارات الاجتماعية بامتياز لتفاؤل يرافق خطواتك، لتجتمع العيلة حواليك، لمة شمل، لمة تسالي، أيادي محبة، أهل، أصدقاء. بالمجمل الظروف مناسبة لألك مولود برج السرطان. اللي متعب واللي أكثرنا تعباً الحياة هو مولود برج الأسد، مو كتير مرتاح اليوم، وأنا بتمنى أنه ما تصطدم اليوم بمن حولك. تجنب بعض المشاكل المربكة، تجنب الصوت العالي مثلاً أو العدائية. مشكلة مولود برج الأسد من الأشخاص اللي بيحبوا الكمال، اليوم عم تشعر أنه في بعض الأخطاء حواليك ممكن تؤدي إلى صدامات في العمل أو يجعلك عصبي أكثر مما يجب. مولود برج العذراء الحياة الأمور جيدة جداً لك، خاصة الأوساط مشجعة، وهالكم يوم فيهم ورقة ممكن تساعدك، أو فيهم ظروف معرقلة ممكن أنت تقفز عليها، أو حتى أخبار إيجابية. إذا بتخصك أمور المؤسسات الحكومية أو أمور رؤسائك في العمل فاليوم جيد جداً، فيه محبة وفيه تفاهم. مولود الميزان اليوم عم يحسن التصرف وعم بيصالح الناس اللي بيحبهم،
قرار سليم ربما أو أخبار إيجابية أو مصالحات أو دعم. حتى الأمور المالية اليوم إيجابية، وارد أنه أنت اليوم ترتب أمورك المالية، بس بالغالب أنت تمنح الحب وتتلقى. شوي متعب اليوم مولود برج العقرب الحقيقة، بسبب تأجيل أو تأخير أو محتاج لتنظيم لبعض مواعيده. لا تكن منفعلاً مولود برج العقرب من أمور صغيرة، وازن خياراتك. عم بتمر الأمور بسلام على كل، لو كنت هادي لطيف مبتسم وغير ميال للشجارات. حاول قدر إمكانك إنك ما تستعجل وما تهتم ببعض الأمور الصغيرة اللي ممكن تكون عم بتضايقك. مو فاضي حك راسه اليوم مولود برج القوس، وحاول توفي بمسؤولياتك. في شيء عم بيحد من طموحاتك اليوم، إحساسك إنك عم تشتغل كتير وبدون مساعدات، عصبي شوي أو مجهد أو متعب أو محتاج للراحة. هلأ اليوم نفسه مولود برج القوس إنه هو ينام، لكن للأسف هو إذا بينام له نامة ساعة الظهر بيكون كتير منيح. مولود برج الجدي عم بيبرمج عقله ليقود محيطه للأفضل، والحياة الأخبار مطمئنة وإيجابية. أنت تبعد عن الشجارات، تحاول شرح مشاعرك، كلماتك، تكسر قيود نفسية. اليوم الأمور العلاقة بمخارج ممكن تلاقيها، أو شيء له علاقة بمكاتب حكومية أو مؤسسات دولة. الجدي أميل للإطمئنان هذه الفترات. صباحكم خيرات مواليد برج الدلو، اللي بالغالب اليوم عم بيحسن وضعه الشخصي، لكن للأسف أنا بظنه قلقان شوي، مثل كأنه عندك طلبات لا تنفذ منها شيء، أو مواقف خاطئة، أو نوع من أنواع الأمور اللي شوي فيها نوع من أنواع التعب، ربما صحياً، ربما عائلياً، مع حدا من الأشقاء الأهل. في عندك نوع من أنواع القلق على أمور عائلية مولود برج الدلو، أو نوع من أنواع الحساسية. مولود برج الحوت الأمور اليوم جيدة جداً بالنسبة لك، عم تكشف عن مشاعر حقيقية، عم تحكي، عم تستمتع بدعم من محيطك، قصة شخصية ممكن تكون إيجابية، تصالح مع الآخرين أو نوع من أنواع الشعور المتبادل بينك وبين الناس اللي حواليك. اليوم يوم جيد جداً لألك. خليني عايد مولود اليوم، مولود 17 شباط، اللي أنا بتمنى له السعادة، شعلة من النشاط والحيوية، يصلح للفن الساخر، للتقليد، للتمثيل، من الأشخاص اللي متكلم بارع، بيقنعك بما يريد وبدون جهود، من الناس اللي بيأثروا بحياتهم، بيأثروا بحياة الآخرين، كريم جداً، بيحب يشوقك بحديثه، يعني أحياناً صريح أكثر مما يجب، أحياناً بيكون مانو كتير مبالي بمشاعر الآخرين، محب للسفر، محب للبدايات الجديدة. سنة مهمة بالنسبة لك، قد تجد شريكك المثالي أو ترتب أمورك مهنياً، كسفر، كأوراق، كقصة العلاقة بتحسن، ولادة طفل جديد. أنا بعتبرها سنة مهمة وإيجابية بالنسبة لك. زينب عم تسألنا، من مواليد 98، يسعد أوقاتك يا زينب. زينب أنا ما بعتبرها سنة للزواج مثل ما أنت عم تسألي، أو للارتباط، بالعكس بعتبرها سنة للعمل، للمال، للتعارف، للبدايات الجديدة، أكثر بكثير من أنه أنا أعتبرها سنة ارتباط. ممكن يكون في بدايات جديدة، الله يقدم لك في الخير. سومر عم بسألني عن أموره، سنة شوي فيها ضغط يا سومر. هلأ شوف، فترات الربيع والصيف أهون بكتير أو أحسن، وارد يكون فيها تغييرات، بس هاي فترات شوي ضاغطة مثل ما أنت شايف، يعني بالأصل هذا الشهر يعتبر الأكثر تعباً. محمود 8-12-2001، سنة حظك يا محمود، بس أول 4 شهور هلأ في شيء ممكن يتغير باتجاه الأفضل، وآخر 4 شهور ممكن يكون التغييرات للأفضل. كالسنة أنا بعتبرها سنة جيدة حبيبي، ما أنا سنة سيئة، رغم أنه فترات الصيف رح يكون فيها جزء من تعب. نصيف مواليده 2000، سنة حظك يا نصيف، خاصة هالثلاث 4 شهور. أنا بظن قبل ما يجي عيد ميلادك نصيف، إذا أراد رب العالمين، في خطوة بدي بارك لك فيها، والأمور بالنسبة لك إيجابية جدا. آخر رسالة من ضياء اللي مواليده 98، ضياء سنة فيها قيد جديد، ما بعرف إذا هو كارتباط أو قصص عملية، بس أنا برأيي ضياء إنه بالأصل أنت ما كتير مرتاحة هاي السنة، حتى لو صار ارتباط فممكن ارتباط على سفر أو قصة عائلية أكثر ما أنه تكون حب بالنسبة لك، وارد يكون نوع من أنواع الارتباط العائلي، يعني شوي مضغوطة، ما لا تعتبر السنة الأريح لك.
يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير. مبسوطين صباحك يا رب. شكرا كثير مدام. شكرا كثير لك مدام. رح نشوف الفهيتة هالمره بشكلها النهائي، صار لازم بعد كل هالروايح والتسويق. تفضل يا شيف. شكرا ورد. هيك نحن عملنا الفهيتة ساندويش، والفهيتة اللي حنقدمها بصحن كطبق رئيسي مع الصلصات مع الجبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر. هلأ حنحط اللمسة الأخيرة على الفهيتة اللي هي الصويا صوص. يا سلام. حتى That's it. رائع. تعطيني طعم الطيب. وهيك منكون انتهينا اليوم لطبختنا لليوم، وصحة وميت هنا للجمع. على قلبك يا رب. شكرا كثير لك شيف، سلم ايديك. يعطيك ألف عافية يا شيف. وهذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم مشاهدينا. بنتمنى لكم بقية النهار دافي وفيه كتير خير وبركة على بلدنا الحبيبة سوريا وعلى كل العالم اللي عم يتابعونا. تضلوا بألف خير. تضلوا بألف خير. باي باي.